يعني هو مفيش ملوش علاقة. السبب احنا اتجوزت شهرين بس وقعدت سنتين بعدها ما اشتغلتش بمزاجي، ما كنتش مجبرة، ما كنتش محطوطة تحت ضغط، فترة الحمل كانت خلصت. ملوش اي سبب، هي خلافات مش اكتر، خلافات، اختلاف وجهات نظر، اختلاف ادمغة، شخصيات وبس. ابو بنتي طبعا، يعني ابو بنتي مفيش اي خلافات تماما. هي كان وقتها شيطان، وكان برضو الشياطين متداخلة كتير برضو، ان هي بتعمل بروباجندا ومشاكل وفنانة بقى وممثل وطلاق ومشاكل، فكانت البروباجندا اكبر من المشكلة اصلا دي كتير جدا. وانا التزمت الصمت، وانا بلتزم الصمت، استيل بلتزم الصمت، لانه في اسرة، في طفلة، في حياة بني ادمين حوالينا، مش ما تقتصرش على واحد واحدة يعني. فانا مفيش مشاكل خالص دلوقتي، مفيش اي خلافات خالص، وانا كنت صح لما التزمت الصمت يعني. وشوشة، الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الادارة محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org